مصبح على حضراتكم مرة تانية، وتعالوا نبدأ معاكم جولة عن أحوال المرور في شوارع مصر المختلفة، وخصوصا إن الناس بدأت تنزل دلوقتي بعد الأجازة اللي كانت امبارح. خلونا نبدأ جولتنا من القاهرة، وتحديدا من ميدان عبد المنعم رياض اللي بيشهد وجود كثافات نسبية في شوارع متفرقة. في شوارع تانية هنلاقي فيها سيولة مرية. على طريق الكورنيش هنلاقي كثافة نسبية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كمان الكورنيش المتجه للمؤسسة في بعض الكثافات المرورية البسيطة. شهدت كمان مناطق كورنيش النيل ازدحاما متوسطا في الاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح، لكن الاتجاه المؤدي للمعادي وحلوان فبيشهد ازدحام نسبي. هنروح لكوبري أكتوبر، هنلاقي فيه كثافات مرورية متحركة بتفضل مستمرة لحد العباسية. هنفضل ماشيين لحد غمرة في اتجاه العباسية، هنلاقي كمان إن فيه سيولة مرورية. ولو رحنا لمحور النصر هنلاقي فيه كثافات مرورية وصولا للمنصة. ظهرت كثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، وكمان بيشهد شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء بعض الكثافات. ونروح معاكم لمحافظة الجيزة، ونبدأ من الطريق الدائري اللي فيه بعض الكثافات المرورية قبل وبعد النزلات. كمان بدأت تتكون كثافات مرورية بمحور 26 يوليو للقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، وبيفضل المتجه المهندسين إن هو ياخد محور كمال عامر ومنه إلى عرابي حتى سفنكس، وبكده هو هيتلاشى أي كثافات مرورية. أما الاتجاه الآخر فبيشهد كثافات نسبية هنلاقيها بتنتهي عند طلعة الدائري من ميدان لبنان. ونروح لطريق المريوطية الدائري اللي فيه سيولة مرورية نسبية للمتجه لمناطق الجيزة وطريق الفيوم الصحراوي حتى حدائق الأهرام وصولا لميدان الرماية. كمان في كثافات مرورية متحركة في شارع الجامعة العربية وميدان الدقي. بتظهر كثافات بسيطة في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لبولاق ومبابة، ولكن بالنسبة لمحور صفت فهو بيشهد دلوقتي كثافات مرورية هتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. ظهرت كثافات متحركة في منطقة مشعل، وكثافات في شارع من شارع العشرين حتى الطلبية، وكثافات أمام المتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. ناخد بالنا إن شوارع الجيزة والمحاور مراقبة بكاميرات المرور، عشان كده لازم نلتزم بالسرعات المقررة وربط الأحزمة وعدم التحدث في الهاتف المحمول. نروح معاكم لمحافظة القليوبية، ولو انت جاي من محافظات الدلتا زي المنوفية وماشي على الطريق الإقليمي بيفضل ان انت تكمل في طريق شبرا بنها الحر علشان مفيش اي كثافات، ومنه للطريق الدائري ومحور الفريق العصار. واللي جاي من الزراعي بتظهر بعض الكثافات المرورية في طريق اسكندرية الزراعي قبل الطريق الدائري، لكن اقل من المعتاد. بيشهد الاتجاه الثاني كثافات متقطعة وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري. نكمل جولتنا ونروح بورسعيد، وهنلاقي فيها سيولة مرورية في أغلب الشوارع ما عدا بعض الكثافات المعتادة في شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية قليلة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو. هنروح على طريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية، ومن طرح البحر لشارع الجمهورية في كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع.